وما أكثر الفتن، حتى كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الفتن وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول لأصحابه استعيذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، استعيذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فهي فتن كثيرة، فتن في الأموال، في الأولاد، في النفوس، في المصائب، في القطيعة، في الخلافات، أشياء كثيرة جدا. ما أن يمسي الإنسان وينتهي من فتنة إلا ودخل في فتنة على القلب كعرض الحصير عودا عودا. فلذلك أنت مأمور يا عبد الله أن تحافظ على دينك وأن تستعيذ بالله من الفتن،